السلام عليك يا أبا عبد الله، السلام عليك يا أبا عبد الله، السلام عليك. تتمة المحرم، وفاة أم المؤمنين مارية القبطية رضوان الله عليها في المحرم من السنة 15 أو 16 للهجرة. توفيت السيدة مارية ابنة شمعون القبطية رضوان الله عليها في المدينة المنورة. وكانت مارية قد أهديت لرسول الله صلى الله عليه وآله، هي وأختها شيرين وأخوها مابور، وألف مثقال ذهب، وعشرون بزة حرير، وحمارا يدعى يعفور، وبغلة تدعى دلدل، في السنة 7 للهجرة من ملك الإسكندرية. وتزوجها رسول الله صلى الله عليه وآله وأسكنها بالعالية، وهي اسم لكل ما كان من جهة نجد من المدينة قراها وعمائرها إلى تهامة، في المكان المدعو بمشربة أم إبراهيم، وولدت له إبراهيم عليه السلام. السلام عليك يا أبا